السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب صف ثاني، انتهينا من المحاضرة السابقة من الدايود chapters diode applications. راح نبلش اليوم إن شاء الله بفد موضوع جديد اللي هو نسميه bipolar junction transistor أو BJT. نجي نتعرف على الفيزيكس أو الفيزيكال background لل BJT ترانزستور. احنا عرفنا سابقا انه الدايود هو عبارة عن PN junction، ممكن سيمي كونتاكتر تو سيمي كونتاكتر لايرز، but if we put a 3 سيمي كونتاكتر لايرز، اذا خلينا 3 سيمي كونتاكتر لايرز not 2 3 2 are of the same type and 1 is of a different type. ال different type حيكون in between the two similar types. So هذا هو يمثل لي الترانزستور. So خلينا نشوف هنا اللي هذا الديفينيشنز. The transistor is a three layer semiconductor device consisting of either 2N and 1P type layers. مثل ما قلنا three layers اثنين of the same type and the third one is of different type. Either عندي 2P layers 1N أو بالعكس 2N layers and 1P. So مثل ما دا نشوف طلاب، هذا هو الإلكترونيك سيمبول للترانزستور، الرمز الإلكتروني للترانزستور اللي راح نستخدمه بالإلكترونيكال إلكترونيك سيركتس سوري. وهذا يمثل لي الفيزيكال الستركتشر اوف ذا ترانزستور. مثل ما نلاحظ انه عندي بي ام بي وعندي ان بي ان. البي الان بي ان احنا نعرف دائما اتجاه السهم او عادة الدايركشن يكون عندي من الموجب الى السالب، يعني فنلاحظ انه هذا الان بي ان وهذا البي ام بي، نشوف انه اكو اختلاف بيناتهم. هذا الاختلاف نشوف وين حيكون عند السهم، الدايركشن مال السهم بالنسبة، هذا الدايركشن مال السهم يعتمد على نوع الترانزستور سواء بي ام بي او ام بي ان. فاذا انا من خلال هذا الدايركشن مال السهم راح اقدر اعرف انه this transistor is a PNP or NPN. طيب الترانزستور ايضا يحتوي او consists of three terminals، عنده ثلاث اطراف. احنا الدايود قلنا سابقا عنده two sides او طرفين اللي هو P side وال N side. هنا هنا الترانزستور عندي لي three sides او three ports اللي هو one we call the emitter، the other أو المقابل إلي we call it the collector. The in between port نسميه ال base layer أو ال base port. فإذن هذا هو عندي ال الثري ترانزستور بورت اللي هو الاميتر كونكتر اند بيس. الكرنت اللي موجود على الاميتر راح نرمز له بالاي اي او الاميتر كرنت. الكرنت الموجود على الكولكتر راح نرمز له بالاي سي او الكولكتر كرنت. وايضا من الموجود على البيس حيكون عندي البيس كرنت. نلاحظ طبعا هاي ما اريد ادخلكم بيها بس هذه مهمة جدا بالنسبة طلاب، راح نرجع شوية. انا ما متناول الكاركترستكس سوري، راح ارجع شوية للمصدر مالتنا اللي هو الكتاب الثوماس سوري البولستيد. اوكي
خلي شوية نشرح الترانزستور حتى نفتهم البرنسبل مالته، طريقة عمله شنو، شون الكاركترستيكس مالته ايضا مهمة. هذه يمكن موجودة بالمحاضرة لكن انا احب انطيكم اياها. اوكي، اوكي طلاب، راح نجي هنا ننتبه. قلنا انه 3 لاير ترانزستور، الاميتر، الكره، الكولكتر، اند بيز. وعندي الانبوت اند اوتبوت سيركت. فيزيكالي انه عمليه الاوبريشن بالنسبه للترانزستور راح تتم، احنا مو قلنا انه الان بتوين لاير او الساندويتش لاير هذه اللي بالنص يكون التايب مالتها يختلف عن التو اذر لايرز. فبالتالي خلينا نفترض احنا غالبا راح نشرح على البي ان بي ترانزستور. اذا كان عندي البي ان لاير مثل نعتبره هسه لحد هنا بتوين البي اند ان، هنا راح يكون عندي كانما دايود. اوكي، اعتبره بانه بي ان جانكشن حيكون عندي دايود. principle of operation مالته ما يختلف كثيرا عن الدايود. قلنا بي ان جانكشن عندي external power supply، لازم البولاريتي مالته تكون the same as the polarity of the بي ان جانكشن، so that البايزنج حيكون عندي forward. فبالتالي اذا راح نربط البي او البوزيتيف للباور سبلاي على البي لاير حتى يكون عندي فورورد، فبالتالي يكون الجانكشن اون. اوكي، فاذا هذا نعتبره كانه ما دايود. وايضا اذا ما توصل قيمه الاكسترنال فولتج الى 0.7 فراح يشتغل، او راح يكون هذه راح يكون التريجر بالنسبه ل البي ان جانكشن اوف ترانزستور. اوكي، نجي لل الاذر جانكشن اللي هو هنا حيكون عندي الان بي جانكشن. اوكي طلاب، ننتبه هنا حيكون عندي الان بي جانكشن. فاحنا نعرف انه الكاريرز اوكي المفروض تتوجه او تتجه نحو من البوزيتيف اوكي للان لير. فبالتالي هنا كانت راح يكون بالعكس. اوكي، فراح يكون كانما ريفرس بايزنج. فلهذا نشوف احنا الباور سبلاي هنا راح نربطه مع الجانكشن الاخر، راح نربطه ان اوبوزيت دايركشن، يعني راح نربطه بشكل بحيث يكون عندي بي ان جانكشن او الان بي جانكشن الاخر حيكون عندي ريفرس بايزنج. اذا بهذه الحاله هنا راح يشتغل الترانزستور، يعني الترانزستور يشتغل اذ ما يكون الفيرست جانكشن او الانبوت جانكشن مثل ما نسميه يكون فورورد، والاوتبوت جانكشن حيكون عندي ريفرس. نلاحظ انه كانما عندي دائرتين مفصوله، اللي يفصلها هو البيز برانش. فكأنما عندي انبوت سيركت وعندي اوتبوت سيركت. انبوت سيركت يكون باور سبلاي، اكسترنال باور سبلاي وذ ذا بي ان جانكشن بين البيز واذر تيرمينال، والاوتبوت جانكشن ايضا حيكون. طبعا ننتبه هنا طلاب، ننتبه للبولاريتي مال باور سبلاي. اوكي، لانه هذه البولاريتي مال باور سبلاي راح تعتمد اولا على نوع ترانزستور اذا كان بي ام بي او ان بي ام، وايضا على هذه البولاريتي راح يعتمد انه هسه بعدين راح نجي نشوف انه which operation region will be took place، يعني الاوبريشن ريجن اللي راح يشتغل الترانزستور يحددها البولاريتي اوف ذا باور سبلاي. اوكي، عندي قانون هذا تقريبا ثابت بالنسبه للبي جي تي ترانزستور. لحنلاحظ بالكونفيجريشنز اللي راح ناخذها،
كله هذا موجود ما يتغير، اللي هو الإيميتر كارنت يساوي الكولكتر كارنت زائد البيس كارنت، أو الآي إي يساوي إن الآي سي بلس الآي بي. عادة طلاب أكو نقطة مهمة ننتبه لها، تقريبا قيم الكارنت هي ثابتة، يعني عادة قيمة الآي إي حيكون بالماي أمبير وقيمة الآي سي كذلك، لكن قيمة الآي بي هي اللي تكون عادة قليلة جدا جدا مقارنة مع قيمة الآي سي وقيمة الآي إي. هذا سبب أو فشي راجع لعملية المانيفاكتورينج مالته، دائما البيس مصنع بشكل انه ما ياخذ كرنت عالي، وبالتالي انه دائما الاي بي يكون عندي بالمايكرو امبير. اوكي، راح نجي الى عملية الكونفيجريشن. الكونفيجريشن كأنما طرق ربط الترانزستور، بما انه عندي بي 3 تيرمينالز فعندي اكثر من طريقة اقدر اربط بها الترانزستور. الكونفيجريشن معناته انه احدد which port is the input and which port is the output and which is the common. So